نتفليكس أنتجت فيلم وثائقي عن اكتشافات أثرية في سقارة. الفيلم ده توب 10 في نتفليكس. الفيلم ساعة 54 دقيقة. ده أول نقطة هتكلم فيها بالتفصيل فيما بعد يعني. النقطة التانية إن الفيلم متصور كله جوه سقارة. يعني على المستوى الإنتاجي يعني ما بقول ده إنتاج، هو مش إنتاج ضخم، هو طبعا إنتاج قوي جدا وحاجة يعني حلوة قوي، ولكن كمستوى إنتاج ما فيهوش سفر دول كتير، ما فيهوش بقى انتقالات وسفر وإقامة، ما فيهوش، هو كله جوه سقارة. الضيوف عبارة عن مجموعة من الباحثين والعمال والدكاترة والمتخصصين في التشريح وعلم الأجناس وطبعا تاريخ المصري وتاريخ الأثار، يعني هم دول كل الضيوف. طبعا الفيلم كله بيدور حوالين اكتشاف مقبرة الكاهن وحدي، بيحكوا في الرسومات اللي على جدران المقبرة وعن الاكتشافات اللي حصلت في المقبرة، وطبعا بطريقة سرد فوق العظيم. كنت ذكرت بقى نقطة ان الفيلم مدته ساعة 54 دقيقة. تعالى هنا في مصر قول انا عايز انتج فيلم، يعني اقصد في مصر يعني ايه؟ يعني جهات انتاج مصرية، انا عايز انتج فيلم وثائقي، رقم واحد هيتقلك الفيلم نص ساعة. نص ساعة دي والله لازم هتسمع كتير جدا، ولو كمان حظك وحش شوية هيقولك الفيلم من 12 دقيقة ل 15 دقيقة. ايه الفكرة؟ ليه معرفش؟ قالك من 12 ل 15 دقيقة، اصل الفيلم ده هيتعرض معرفش فين، فمش عايزين يبقى طويل. بقولك الفيلم ده مدته ساعة 54 دقيقة. رقم 2، تخيل انت لو قلت لحد في مصر انا عايز انتج فيلم عن اكتشافات اثريه في سقاره، خد عندك بقى رقم واحد هيتقال لك ايه؟ سقاره دي جنبنا هنا، يعني هما يومين تصوير، يعني ده يومين ده كتير، هو يوم تصوير هتروح هتنجز، يعني لم الموضوع في يوم تصوير، انت مش محتاج اكتر من يوم، جميل؟ تروح بعد كده بقى للمرحله الثانيه، انا والله يا جماعه محتاج اصور بقى في المقابر ومحتاج اصور في كذا، واحنا فيلم مصري يعني انتاج مصري واحنا شركه مصريه وبتاع. لا لا لا، تعالى بقى خد تصاريح وخد موافقات وخد هتتكلم مع مين، قصص. بص في قصص كتير جدا هتحصل. الفكر الانتاجي في مصر وفي العالم مش في مصر يعني معتمد دايما على فكرة البيع والشراء، يعني هكسب ايه؟ يعني لما اجي انتج فيلم وثائقي هكسب منه ايه؟ هاخد منه ايه؟ ايه المردود المالي اللي عليه؟ مفيش. هحكي لكم حاجة سريعة. السنة اللي فاتت 2019 كنت بخرج فيلم اسمه الثورة الأم. الثورة الأم ده بيتكلم عن مرور 100 سنة على ثورة 19. خدنا 4 أيام تصوير، والحمد لله وكتر خير المنتج ان احنا خدنا 4 أيام، وده كتير جدا يعني، ده كتير جدا، بس ايه؟ ها ظروف. طبعا بعيدا عن كم الموافقات وكم التصاريح اللي خدناها، لكن في الاخر يعني عملنا الفيلم. الفيلم في الاصل مكتوب على الورق كده ان احنا مدتنا هتبقى حوالي 50 دقيقة. الفيلم تم اختصاره ل 26 دقيقة بغض النظر عن ان المضمون هيختل او لا، بس مش مشكلة، الموضوع ما يزيدش عن كده، وكان مطلوب اقل من كده، ده 26 دقيقة ده بالصراع. بس ما علينا، نتفليكس وناشونال جيوغرافيك وحتى الجزيرة الوثائقية برغم انها سرقت 3/4 الماتيريال اللي ليها علاقة بمصر من التلفزيون المصري بطريقة ما، انا فعلا ما اعرفش تفاصيلها ولكن ده اللي بيتقال، الناس دي بتنتج بشكل عام افلام عن مصر. طب انا دلوقتي جوه مصر وعندنا كوادر عظيمة جدا تقدر تقدم اكتر من مشروع وثائقي محترم جدا عن مصر. طيب النهاردة انا عندي ايه في مصر؟ انا عندي كل انواع السياحة، ولكن هركز على الحضارة الفرعونية، اصل الحضارة المصرية. تخيل لو احنا قلنا ان احنا هننتج مجموعة افلام باحترافية عالية جدا، والافلام دي هنبيعها للشركات اللي زي نتفليكس وزي ناشونال جيوغرافيك، ونديهم والله طريقة معينة للانتاج او شكل محدد للانتاج، وخلينا يكون في حاجة شبه الانتاج المشترك. ولكن هل معقول ان انا لما عاوز انتج فيلم عن مصر وعن اثار مصر اللي تنتجه نتفليكس، هل من المنطق ان انا لما عاوز انتج فيلم عن بنات الاهرامات يكون فيلم انتاج ناشونال جيوغرافيك؟ عندنا في مصر اكتر من وحدة اتبنت او شكل اتبنى لانتاج الافلام الوثائقية. للأسف احنا بنسيب الثقافة الوثائقية للغير هو اللي ينتجها، وبالتالي اللي انت عايز ترسخه في عقل الاجيال من حاجة وثائقية تخص مصر انت مش في ايدك، وبالتالي انت مالكش تواجد على الساحة الوثائقية، انت مالكش تواجد. يمكن يكون في اكتر من تجربة قريب، تجربة ناجحة وحلوة جدا وثائقية، ولكن للأسف الشديد التجارب دي مش متنورة، مش واخد حقها الاعلامي،
الطبيعي ان انا لما اجي انتج فيلم او انتاج، يعني لما يكون عندي وحده انتاج وثائقيات بتنتج افلام محترمه وافلام تليق بمصر وقادر تطلع يعني فعلا تاريخ مصر، للاسف ما بتتلمعش، للاسف ما بتتنورش للناس. يعني هتلاقي عدد محدود جدا من الناس اللي بيشوف ده، واللي ما شافش الفيلم انا هسيب لينك الفيلم في الديسكريبشن تحت، وهو طبعا بيتعرض على نتفليكس، ولكن انت ممكن لو ما عندكش اشتراك نتفليكس ممكن تتصرف باي طريقه، بس لازم تتفرج على الفيلم ده. حقيقي اتمنى انه القائمين على الاعلام في مصر يغيروا وجهه نظرهم في شكل انتاج الافلام الوثائقيه، وبلاش ننتج افلام وثائقيه سياسيه فقط. مصر محتاجة أفلام وثائقية عن الحضارة وعن الأثار، ودي ليها مجال بيع خطير جدا وكبير جدا برا مصر، وناس كتير جدا يتمنوا يشتروها. احنا لازم نعمل أفلام وثائقية عن المتاحف اللي عندنا، عن أنواع السياحة المختلفة اللي في مصر. احنا مفيش سياحة على مستوى العالم مش موجودة في مصر. ان شاء الله ننتج وثائقي في مصر يليق بينا ويليق بحضارتنا، وإن شاء الله ما نخليش شركات إنتاج برة هي اللي تقول لنا تاريخنا إيه. شكرا، سلام عليكم.